الواحد أمين. إنجيل قداس هذا الصباح المبارك من إنجيل معلمنا ماري متى، الإنجيل البشير الإصحاح 12. وفيه أحضر لربنا يسوع المسيح أعمى به شيطان وهو أخرس فشفاه. جاب واحد أعمى عليه الشيطان وأخرس كمان، فالمسيح شفاه. فكانوا الناس جزئين، ناس بيبصوا بعينين حلوة وناس دايما بيبصوا بعينين وحشة، وده دايما. والواحد لازم ياخد باله من عينه، لأن العين دي مدخل، والودن كمان مدخل لحاجات كتيرة جدا. لأن والكلام كمان يقولك بكلامك تتبرر، بكلامك تدان. الجمع اللي شافوا المسيح شفى الإنسان الأعمى الأخرس اللي بيه الشيطان، قالوا إن ده ابن داود، دي معجزة كبيرة إنه يعمل كده. لكن فيه ناس دايما إيه؟ معارضين، دايما ينتقدوا. حتى في ناس كده وفي ناس دايما، وحنشوف دلوقتي السبب في كده. الإنسان اللي عنده كبرياء ما بيعجبوش العجب، تلاقيه زي ما بيقولوا في مثل، ما عجبهمش الورد وقالوا ايه ده احمر ايه، حتى لو حلو يعني. فدي ناس كده، ناس طريقتها كده، حتى لو المسيح عمل ايه يقولوا وحش. يجي المسيح يشفي المرضى بدل ما هم، شوفوا الناس العاديين بيقولوا ده ابن داود، والفريسيين يقولوا ايه ده بباع اللي سابول يخرج ايه. ودي بعض الناس الغير مسيحيين بيفكروا فينا كده، بيفكروا فينا كده، ان احنا ليه بنطلع الشياطين، او الكهنة في بعض الاوقات يطلعوا الشياطين ويجيبوا الناس منهم للكنائس، عشان كده فاكرين ان احنا بباع لزبول ايه نخرج الشياطين. ده فكر عندهم كده، وده جت من الكتبة والفريسيون. شوفوا المسيح اما يجي كده يعمل معجزة يوم السبت، يقولوا ليه وبيعمل المعجزة ازاي يوم السبت؟ اما المسيح قال لهم يعني لو واحد الحمار بتاعه ولا الخروف وقع في حفرة مش هيطلعه يوم السبت. فيه ناس دايما تنتقد، والكاثوليكون النهاردة بيقولنا لا تدينوا لألا ايه اصعب خطية تضيع من الواحد الملكوت الادانة. وخدوا بالكوا الادانة دي ما بتجيش غير من الناس الكويسين، يعني مش الناس الوحشة، لا بتيجي من الناس الكويسين. تلاقي هو الشيطان بيوقع واحد بيصوم، يلاقي واحد ما صامش يقعد يقول هو ده بيروح الكنيسه وما صامش ازاي. واحده تكون لابسه لبس كويس وواحده تانيه جت الكنيسه لبسها مش كويس، تقعد تتكلم على اللبس وتقول لها انتقاد، لا تدينوا لالا تدانوا. لكن المسيح بقى في الاخر اما هم قعدوا يقول كده، الآية اللي حنتأمل فيها، كل مملكة إذا انقسمت على ذاتها تخرج، وكل مدينة أو كل بيت إذا انقسم على ذاته لا يثبت. الانقسام، الانقسام. دلوقتي الدنيا كلها فيها انقسام. الشيطان أسهل حاجة عشان يضيع البيت يخلي في البيت الواحد ايه انقسام، يخلي في البيت الواحد انقسام. يقولوا على قصة كده هي توضيحية شوي. اتنين اخوات كانوا بيحبوا بعض قوي وما لهمش غير بعض، وقاعدين مع بعض ساكنين في بيت واحد مع بعض، وايه يعني بيحبوا بعض جدا. الشيطان عاوزهم يتخانقوا مع بعض، فيعمل ايه بقى؟ فجه قدام واحدة ظهر ان هو شمعة، وقدام التانية اكن ما فيش حاجة. فهي تقول لها شايفة الشمعة اللي قدامك؟
التانية مش شايفة حاجة، فتقول لها لا ده ما فيش حاجة، انت بتستعميني، انت مش عارفة. في الاخر ايه؟ اتخانقوا مع بعض. هو اسمه عدو الخير. ولذلك احنا بنصلي في القداس، القداس بتاعنا ده جميل قوي، القداس بتاعنا كل حاجة فيه، كل حاجة فيه. نقول له كل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر فليه؟ فليبعد عنه. الواحد لما حد بيكلمه ويقول له كلام معين الشيطان يبدله له، ما خدوا بالكم أما قال أبونا آدم وأمنا حواء ما تاكلوش من الشجرة دي، أموا مبدلين الكلام. خدوا بالكم انتوا لو كلته هتبقوا زي مين؟ كذب في كذب، ده الشيطان كذاب وأبو الكذاب. فالشيطان يحب الانقسام عشان محدش يعني يتعب. يبقى في انقسام في البيت، انقسام في الشغل، انقسام بينه بين الواحد ومراته، هما لوحدهم موجودين في البيت، وانقسام بينهم وبين بعض، انقسام بين الاباء والاولاد دلوقتي والاولاد والاباء، انقسام في الشغل، انقسام في الخدمه. يبقوا في فصل واحد و خادمتين مش طايقين بعض، ودي بتعرف تشرح وده ما بتعرفش تشرح، وهكذا. ممكن تبقى انقسام في كنيسه واحده. الله ينيح نفسه، كان ابونا صمائيل الله ينيح نفسه يقول اهم حاجه في كنيسه ابو سيفين الايه؟ المحبه. كنا احنا الاباء مع بعض، يقول ما فيش حاجه اسمها بالاغلبيه، كلمه الاغلبيه دي ما تنفعش في الكنيسه، للي انت ما وافقتش عليه ده هينقسم. كان يقول نقعد مع بعض واللي نتفق عليه كلنا نقوله للشعب، لكن الناس ما يعرفوش ان احنا ما منقسمين، لان الانقسام ده هو سبب خراب. يقول لك كل بيت منقسم على ذاته ايه؟ يخرب. كل بيت منقسم، والشيطان يجيب لنا حاجات كتيرة جدا عشان يخرب البيوت. أنا ما كنت في الرحلة مع السيدات يوم الاثنين اللي فات، في حد كان بيعمد هناك، واحدة جات بتعيط بتكلمني، مش من عندنا من الكنيسة، كانوا رايحين جايين في رحلة، واحدة بتقول لي احنا أسرة بنحب بعض جدا، خمس أولاد وبنات مع بعض، وأبونا مات الشهر اللي فات، أبوهم يعني، وعندهم بيت في الصعيد قد إيه؟ 65 متر، يعني مش حاجة كبيرة يعني، 65 متر. وبعدين بابا قبل ما يموت جاب أخويا، هو ولد على 4 بنات، جاب أخويا يسكن في البيت، وإيه معاه يعني. ودلوقتي عشان نقسم البيت، أولاً زعلانين كلنا من أخونا إن هو قاعد فين؟ في البيت. طب قلت لها مش أنتوا عندكم بيوت؟ قالت ما حقنا برضك، ده يعني هي حاجة ما تستاهلش، حاجة بسيطة، وكلهم أغنياء كويسين بيتخانقوا. أولاً زعلوا من أخوهم إنه قاعد في البيت، هو أخونا هو اللي هيقعد في بيت أبويا، وبعدين هنقسمه زي بقى دلوقتي، وكل واحد هياخد قد إيه؟ قلت لها هي تستاهل الحكاية ديت؟ قالت ما تستاهلش، وكلنا مش محتاجين. أمال متخصمين ليه وزعلانين؟ قالت عشان ساب لنا خناقة. قلت لها طب اطلع أنت من الخناقة، اطلع أنت من الخناقة، وبدل مش محتاجة ما تطلبيش حاجة. فسكتت كده، يعني انا اللي اطلع انا لا طبعا حقي ما سيبوش، اخده واديه لاي حد تاني. ادي ادي الشيطان. بيت حلو ومتحبين وكمال وكل حاجه، يغيروا اخوهم ان هو قعد، يخيروا عليه على ملاليم. ملاليم، ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله؟ ايه بس؟ ده شغل الشيطان. كل يوم واحنا بنصلي كده نقول له يا رب فهمنا،
كل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر فالإيه فليبعد عني. أنا هديكم دلوقتي البيت المتحد أساسه إيه والبيت المنقسم أساسه إيه. أول حاجة البيوت الحلوة فيه منها بيوت حلوة في العهد القديم، بيت يشوع بن نون، بيت يشوع بن نون. انتوا عارفين يشوع بن نون بيقول آية كده حلوة، أما أنا وبيتي إيه فنعبد الرب، أما أنا وبيتي فنعبد. انتوا عارفين الأنبا بولا وله أخ تاني كانوا بيتخانقوا على إيه على الميراث، في الآخر الأنبا بولا شاف ميت قال هو خد حاجة معاه وساب الدنيا وقال لأخوه خد كل حاجة عشان يغلب الشيطان، عشان يغلب الشيطان. خدوا بالكم بيت يشوع بن نون يقول أما أنا وبيتي فنعبد الرب. الإنسان لازم يقول كده أما أنا وبيتي فنعبد الرب. كرنيليوس القائد الروماني اللي ذكر عنه في الكتاب كان تقيا وخائف الله هو وجميع بيته. حلو قوي ان الواحد تبقى بيته كله ربنا، حلو قوي ان نحط على باب البيت كده لتكن عيناك مفتوحتان على هذا البيت ليلا ونهارا، ده حلو جدا. وخدوا بالكم اللي يحطها بثقة فعلا ربنا بيحافظ على بيته. الواحد يبقى عنده هذا الإيمان. انتوا عارفين انا فاكر برضك ابونا صموئيل الله ينيح نفسه كان اما يجي يطلع من باب الاوضه بتاعته اللي فيها ابونا يوسف كان من الناحيه دي يطلع كان يعمل ايه بعد ما يقفل الباب كده من غير ترباس من غير ما قفل ولا حاجه ويقوم عامل ايه بالصليب 3 مرات ويقول دي اكبر قفل انا عملته عليه، قفل بالصليب 3 صلبان على الباب. إيمان رشم الصليب ده إيمان كبير جدا وثقة، بس الواحد يبقى عنده هذا الإيمان. القديس باسيليوس الكبير يقول كده، انتوا عارفين رشم الصليب دي أصغر صلاة وأقوى صلاة، أصغر صلاة وأقوى صلاة، بس الواحد يرشمها بإيه بإيمان. القديس باسيليوس الكبير يقول إيه، أما الواحد يرشم الصليب أكنك بتقوله مش عارفة تتكلمي، أكنك بتقول يا رب إيه يا رب الحقني لحسن أنا خايفة من الموقف ده، يبعت الملائكة تحوط على الواحد. أنتوا عارفين متعودين الستات الكبار والناس الكبار أما حد يجي يخضهم يقولوا إيه اسم الصليب وأشارة الصليب، مجرد يعمل كده خلاص يحس خلاص خلص. انا اشوف كده حتى لو واحده وقعت منها طفلها في الارض تخاف عليه ترشم الصليب على الارض حتى، دي ايمان. ايمان يبقى اما انا وبيتي في ايه فنعبد الرب. صفات البيت المتحد، وده البيت المسيحي فعلا متحد. اول حاجه اساسه من الصخر، ولذلك المسيح قال لبطرس أنت هو بطرس وعلى هذه الصخرة أبني إيه إيه، قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي. الإيمان الصحيح ده البيت المسيح الحق، إيمانه قوي، إيمانه بالكتاب المقدس اللي بيقراه مش يقراه ولا يدرسه، سراج لرجلي كلامك وإيه ونور لسبيلي. الإنسان لازم يحس إن الكتاب ده مش كتاب عادي بيقراه ولا آيات، ده كلام الله، كلمة الله حية وفعالة وأقوى من أي سيف ذي إيه ذي حدين. بس هذا هو الإيمان، يبقى البيت لازم مبني على الصخر، مبني على الإيمان الصحيح، ده الأساس. ابن 100 دور بقى بعد كده أولادك وأولاد أولادك وكل الناس كلها تبقى مبنية على الصخر،
يبقى البيت المتحد مبنى على الصخر وهو الإيمان الصحيح. ناقص الحيطان بتاع البيت. إيه الحيطان بتاع البيت تبقى منين؟ خدوا بالكم. إيه رأيك كل الحيطة دي معمولة بطوب؟ عملنا البيت كله بطوب، حطينا طوب. إيه اللي بيمسك الطوب على بعضه؟ الأسمنت، مش كده ولا إيه؟ يعني وانت بتبني وتحط اسمنت اسمنت، ايه رايكم لو حطينا الطوب من غير اسمنت هيقع في ثانيه؟ انتوا عارفين ايه ديات؟ دي حوائط البيت. الاسمنت هو ايه؟ المحبه. المحبه هي الاسمنت بتاع البيت. البيت ما يقعش ابدا لو كان الاسمنت محطوط اللي هي المحبة. ولذلك المسيح يقول هكذا تعرفون أنكم إيه؟ تلاميذ، إن أحببتم بعضكم بعض. أنتوا عارفين المحبة الحقيقية زي ما بيقولوا المحبة إيه؟ لا تسقط أبدا. حتى لو واحد اتنرفز التاني يقبله، حتى لو واحد غلط يقول أيها الأقوياء احتملوا ضعف الضعفاء. كل ما بتزيد المحبة بتزيد الربط بتاع الطوب مع بعضه، كل ما البيت يبقى جامد جدا جدا جدا. يبقى أول حاجة في البيت الأساس من إيمان قوي صادق. وإيه الإيمان ده؟ لازم نسلمه لأولادنا. وتاني حاجة المحبة. أقول لكم حاجة، واحد بيحكي لي كان حصل خناقة، بيحكي على عيلته زمان قوي، يعني خناقة بين أمه وإخوات أمه، يعني إخواله، يعني على الورث. برضك الورث ده وحش قوي، المال أصل لكل إيه؟ الأم دي ست كويسة قوي، وفي ناس بتطمع بقى واحدة لو هي غنية وكويسة فيقولوا يعني هي محتاجة من الورث، فيبدأوا يتكلموا يقول لك خلاص يعني. فبدأوا الإخوال يطمعوا في الأم دي في ورثها. فأولاد الست دي راحوا لمامتها، هو إخواننا بيأكلونا ليه؟ قلت لهم انتوا مالكوش دعوه، ده ورث ابويا وانا مش عاوز ورث ابويا. انا حتنين احب اخواتي لو حتى لو هم ايه؟ لو خدوا كل الميراث. احنا محتاجين، ده ربنا مدينا من الكثره كتير. انا اخسر اخواتي واخواتها بياكلوا حقها. خدوا بالكم، بتعلم اولادها المحبه. انتوا مالكوش دعوه، اخوالكم فوق راسكم من فوق. عشان يبقى المحبه، المحبه اكتر افضل كتير من كل حاجه. يبقى قلنا الاساس الايمان، الحوائط محبه، ناقص بقى الابواب من فولاذ. فولاذ ده بقى حاجه جديده قوي. الفولاذ ده هو ايه بقى؟ الفولاذ ده اللي هي البر والتقوى. ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة. البر إن الإنسان يبقى عنده تقوى، عنده مخافة ربنا، يحافظ على بيته ويحافظ على الكل، ويكون مثل لربنا يسوع المسيح. فالإنسان يبقى ده البيت الموحد. تعالوا بقى نروح للبيت الوحش، البيت المنقسم. فيه ثلاث صفات وحشة، ودي أساس كل انقسامات البيوت، ودي ما يحبهاش ربنا. أول صفة في هذا البيت صفة الكبرياء. الناس عاوزة كبرياء، والكبرياء ده اللي سبب رئيس ملائكة يبقى شيطان. والكبرياء أسقطت كثيرين، وقبل الكسر الكبرياء.
الشيطان دايما يقول ايه؟ يقول كده يعمل فرقه بين الزوج والزوجه. ده انا اللي تعبت في تربيه الاولاد. الزوجه تقول ده هو لو جرب بس الحمل والولاده شويه، اصله ما جربش، ده انا حملت وبشتغل وبولد وبربي وهو لا فاضي. وتقعد تتكلم على جوزها كده على ان هو ما عملش حاجه وانا الاول، وهو يقول ده لوم انا، انا اللي حامل بيت وانا اللي داخل وانا اللي طالع. وكل واحد يقول ايه؟ انا في كبرياء. والكتاب قال الرجل راس المراه، ما هوش الشيطان بيجيب منين؟ بيجيب من الكتاب. والرجل راس المراه ويتخانقوا على كده. انتوا عارفين مين اللي بتعلمنا التواضع؟ العذراء مريم. العذراء مريم ديت، ولذلك تقول لانه نظر الى ايه؟ اتضاع امده. اولا يوسف النجار ده مش ابو المسيح، الا ابوه روحاني، وهو كان بس يعني بيحمل الاسره. لكن اما المسيح اتاخر في الهيكل مره، وما جه اول ما قابلت المسيح كان سنه 13 سنه، قالت له ايه؟ ها؟ ابوك وانا، ابوك وانا. يعني ما قالتلوش انا الاول، ابوك وانا. اهو ده التواضع. من يتضع يرتفع، ومن يرتفع يتضع. الكبرياء اسقطت كثيرين، الكبرياء اسقطت كثيرين. والكبرياء دي اصلها محبه العالم. الواحد بيحب العالم، يحب المركز، يحب الشهره، يحب ان هو الناس تقول هو ده السبب. هو على ايه؟ ده الكتاب يقول ايه بقى؟ مقدمين بعضكم بعضا في الايه؟ في الكرامه. يقدم. انتوا عارفين حتى التواضع، لو الواحد متواضع في الشغل الشغل كله يحبه. انتوا عارفين المتكبر تلاقي الشغل كله ما يحبوش. اقول لكم بتبان الحكايه الكبرياء ازاي في الشغل بالذات. دايما الانسان اللي عنده تواضع عنده طاعه. تلاقي دايما الريس يحب المطيع جدا، يبقى الانسان يطاوع. لكن الطاعة كان بردك أبونا صموئيل يقول إيه؟ ابن الطاعة تحل عليه إيه؟ وبعدين يقول أما المخالف إيه بقى؟ حاله تالف. الطاعة بتبين إن الواحد متواضع. الطاعة في البيت، الطاعة في الشغل، الطاعة. ودي بتقلب البيوت. لسه كنا في دير القديس يحنس القصير، وقلت لهم على الطاعة ده شهرته ان هو ايه؟ بيطاوع لاخر لحظة في حياته، بيطاوع. وفي الاخر بقى اللي هو ابوه الروحاني القديس الانبا بموة، وهو خلاص بيموت، قام ماسك الانبا يحنس القصير وقال لهم اوعوا تفتكروا ده انسان، ده ايه؟ ده ملاك، ده ملاك. الطاعة مهمة جدا، والطاعة إلى المنتهى. اوعوا من الكبرياء، لأبنى قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ إيه؟ الروح. مقدمين بعضكم بعضا في إيه؟ لكن هو ربنا، هو ربنا اللي شايف، شايفنا أنا بعمل إيه. هقول لكم حاجة على البابا شنود، الله ينيح نفسه. بعد ما تنيح الانبا دوماديوس، الانبا ساودوسوس اللي موجود معاه ده، هو كان بيخدمه على طول، كان بيخدمه على طول، بس كان تلميذ مخلص جدا، كان بينسب كل حاجه لمين؟ للانبا دوماديوس. كان الانبا دوماديوس عنده شلل وقاعد، لكن بيجري الكنايس ويبنوا كنايس ويعمل كده. وبعدين بعد ما تنيح الانبا دوماديوس وروحنا بنشكر سيدنا البابا،
إنه هو صلى عليه وقاعدين معاه. قال لي كل الأساقفة وكل الكهنة اللي قاعدين معايا، أنا ما انساش محبة أبونا سأودوسيوس. أبونا سأودوسيوس رغم إن هو اللي كان بيعمل كل حاجة إيه بنفسه، لكن عمره ما نسب حاجة لإيه لنفسه. كان يقول لي الأنبا دوماديوس اللي عمل كده، الأنبا دوماديوس، لأنه مقدمين بعضكم بإيه، يعني هو يتضع الناس كلها تعمل إيه ترفعه، لكن اللي بيرفع نفسه ينزل على الأرض. أحد القديسات قالت كلمة حلوة أوي، قالت إنني لم أسقط أبدا. في حد يقول كده ده كبرياء ده. يعني تقول إن أنا لم أسقط أبدا. فقاموا قالوا لها إزاي لم تسقط أبدا؟ قالت لأنني جالسة على الأرض. جالسة على الأرض يعني إيه؟ متضعة. الإنسان اللي بيقع على كباب ممكن يقع، يطلع على سلم يقع، يطلع على السطح يقع، لكن اللي قاعد على الأرض هيقع إزاي؟ هي معناها الاتضاع. الاتضاع يحرق الشيطان، يحرق الشيطان في البيت. الشيطان ما يحرقوش غير الاتضاع. الاتضاع قال كده الأنبا أنطونيوس. الشيطان قابله وقال له إيه؟ أنت بتصوم وإحنا ما بناكلش، أنت بتسهر وإحنا ما بننامش، يعني الشياطين أحسن ما بيناموش خالص ولا بيأكلوا خالص، لكن بتحرقنا بحاجة واحدة. بإيه؟ باتضاعك. يحكوا على قصة في بستان الرهبان. بستان الرهبان كانوا بيعملوا الأول مقاطف من الخوص ويروحوا يبيعوها في إيه؟ في السوق. ففي سوق معين الراهب واخد شوية مقاطف كتير وراح السوق، أم في واحد لقى المقاطف حلوة قال له تبيعهم لي شروة يعني خدهم كلهم؟ قال له آه. قال له بس أنا ما معيش الفلوس، ممكن تيجي معايا البيت عشان أديك الإيه؟ أديك الفلوس. قال له حاضر. خد المقاطف كلهم وراح مع الراجل ده لغاية إيه؟ البيت عشان ياخد الفلوس. أتاري في بنت من أولاد الراجل ده عليها شطار. الراجل خد المقاطف ودخل وفتح الباب وابونا ما رضيش يدخل، لكن البنت شافته على الباب فطلعت جري اللي عليها الشان، عملت ايه؟ ضربت الراهب بالقلم، قام حول لها الخد الثاني. يعني ما عملش حاجه ولا شتمها، انت ليه بتعملي كده؟ ولا حول لها الخد الثاني. الشيطان اللي فيها صرخ وقال له انت حرقتني بايه؟ بتواضعك. يبقى اوعوا من الكبرياء. اول سبب انقسام في البيوت هو الايه؟ الكبرياء. يقولوا كده رجل فقير قليل المعرفة ومتواضع افضل بكتير من فيلسوف غني متكبر قدام ربنا. الكبرياء أخطر مرض ما يتعالجش إلا بإرادتي أنا. هو ده لازم أنا اللي أتضع بنفسي. ولذلك أنتوا عارفين المطنيات اللي بنعملها دي هي إن الواحد يخضع على الأرض، ده بتضع وأقوم بتضع يبقى الممكن. متكبرين كتير. نبوخذ نصر، انتوا فاكرين نبوخذ نصر فرح بالمدينه بابل وقعد يتكلم عليها؟ راح اتحول بقى زي الحيوانات. عارفين هيرودس؟ هيرودس بيتكلم قدام الناس بقى فرحانين، ملك بيتكلم، قالوا له ده انت ايه صوتك؟ صوت اله وليس ايه؟ فلم يمجد الله. حصل له ايه؟ الكبرياء صعب. قبل الكسر الكبرياء، قبل السقوط ايه؟ تشامخ الروح. يبقى اول حاجة بتسبب انقسام في البيوت الكبرياء. تاني بقى خدوا الآية ديت، مقدمون بعضكم بعضا في الكرامة. والانسان مش هيخسر اللي عمله،
الله يرى الخفيات وإيه؟ والظاهرة. تاني مرض وحش الطمع. الإنسان الطمع يقولوا كده الطمع يقل إيه؟ يقل مجامع. الطمع يقل مجامع. برضك قريب حد ما كانش من هنا من مصر خالص، وبعدين في خناقة، ما الفلوس دي خناقة الدنيا مع بعض يعني. وبعدين إخوات برضك، واحد ما عندوش أولاد، واحد عنده أولاد، ف اللي ما عندوش أولاد ده اتفق مع أخوه، خلاص أنت خد الورث بتاع أبونا وإحنا عندنا فلوس مش عارفين. مين اللي زعلت بقى؟ زوجة اللي ما عندوش أولاد، وزعلت جدا إزاي يسيب الورث بتاعه. يا ستي ده إحنا عندنا يكفينا قد إيه وإحنا ما عندناش أولاد، وده عنده أولاد كتيرة، ده المفروض إحنا نديله مش إحنا. وجاية بتقول لي شوف بيعمل إزاي عشان إكمنه ما عندوش أولاد، مستخسر فيها الفلوس يعني. تفكر طب هتعملي بإيه بالحكاية دي؟ لكن خناق، وتقول لي أنا مش هكلمه تاني. قلت لي أقولها ده ورث وخلاص، خلص ده، وشايف يعني حتى المحبة تزيد أكتر بينكم وبينهم، وأنت مش محتاجة، مش محتاجة. الطمع، الطمع، الإنسان يطمع بأكتر ما يمكن. الطمع، أنت عارفين مين اللي طمع وضع عليه كل حاجة؟ مين؟ من الشاطرين اللي يقولوا لا، لوط أما طمع في أرض سدوم وعمورة، وخد من عمه قال له أنا هاخد أرض سدوم وعمورة، خد يا حبيبي أرض جميلة وحلوة وكبيرة وكل حاجة، خدها فرح بيها. شفته أهل سدوم وعمورة كانوا زي الناس المثليين بتوع دلوقتي، ولذلك ربنا حرق المدينة كلها. ده مش كده، ده لوط حتى مراته تحولت لعمود ملح. عمل ايه بالطمع بتاعه؟ عمل ايه بالطمع بتاعه؟ خدوا بالكم، اللي يدخل في الطمع ما بيشبعش، ما بيشبعش. ما بيشبعش يعني ايه؟ يعني عين لا تشبع من النظر، وأذان لا تمتلئ من السمع. خلاص الواحد خلاص ما بيشبعش، كل الأنهار تصب في البحر، والبحر بغير إيه؟ بغير ملآن. انتوا عارفين اللي عنده شبع بيعمل إيه؟ يقول النفس الشبعانة تعمل إيه؟ تدوس العسل، تدوس العسل. يبقى عندها حاجة بسيطة وشبعانة، تقول أنا أحسن من الناس كلها. لسه حد كان عندنا بيقول رايحين ندي الأسرة فقيرة جدا، بيدوهم فلوس، الست تقول له يا ابونا اللي جنبي محتاجة أكتر مني، رغم إن الست بيتهم حاجة صعبة جدا، تقول لا ده اللي جنبي أو ده الشبع. إن كان لنا قطوة كسوة فنكتفي. اوعوا من الطمع، يقولون كده الواحد لما بيطمع الحرام بياخد الحلال ويمشي، ويبقى الواحد ولا مكتفي باللي عنده ولا بالدنيا كلها عنده. يبقى قلنا أول حاجة بتعمل انقسام في البيت الكبرياء، تاني حاجة إيه؟ الطمع، تالت حاجة الأنانية. أنا الكبير، أنا المتعلم، أنا الدارس، أنا أنا أنا. في إخواتنا التانيين يقول لك إيه؟ اللهم إيه؟ ابعد عننا الأنا دي. الأنا دي هو الشيطان اللي يقول أنا. أنا إيه؟ ما أنا بل نعمة الله التي إيه؟ التي في. ده بولس الرسول اللي هو بجلالة قدره
كان بيقول كده، ولا أحيا أنا إلا المسيح يحيا إيه؟ يحيا في. اوعوا من الآن. وعشان كده المسيح أول حاجة ألهنا اللي عاوز يجي يخدم معاي وعاوز يجي لي تلميذا فلينكر إيه؟ ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبع. اوعوا من الآن مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. أنا اللي عملت، أنا اللي خليت. شوفوا في ناس كده، شوفوا الدكتور مجدي يعقوب ربنا يديله الصحة رغم إيه الدراسات بتاعته وإيه اللي عمله في العالم كله. شوفوه في التلفزيون لما بيتكلم، يجي حد يكلمه يقول لك إيه ده؟ لوما الناس اللي بتساعدني، ده لو الناس هم كلهم، ما بيقولش انا ابدا، يقول ده لوم الناس، ده لوم اللي معايا، ده لوم. هو ده مقدمين بعضكم بعضا في ايه؟ في الكرامة. محبة الذات بقى بتعمل في الواحد حاجة، تخليه ينسى الناس وفاكر نفسه بس. محبة الذات كده الواحد يفتكر اللي بيعمله هو ده أحسن حد. أصلاً أنا عاوز أنقذ الأسرة، أصلاً أنا عاوز أنا أفهم واحد في الأسرة، أصلاً أنا أقدس واحد في الأسرة، أصلاً أنا اللي بروح الكنيسة في الأسرة، أصلاً أنا اللي بصلي، أصلاً أنا أسيس وهم مش، وهكذا. يفتكر نفسه هو كل حاجة، لا ينسى. ده النهاردة لسه في الكاثوليكون يقول لا تدينوا لألا تدانوا، لألا. ده الناس الكويسين هم اللي ساعات يعملوا كده. اوعوا من الأنا، ده لوم ربنا، ده ربنا بيعمل بنا وفينا. الإنسان لازم يمجد ربنا، لازم الواحد يقول لوم ربنا هو اللي عمل، لو ما بركة ربنا معايا ما كنتش أقدر أكمل. بنشوف الأمراض قدام ربنا، يا ما ناس بتروح لأحسن الدكاترة وهي زي ما هي، العيا زي ما هو. وساعات الواحد ربنا، الواحد يتكل على ربنا كده ويخليه يبقى كويس وخلصت الحكاية. اوعوا من الأنا، الأنا صعبة، لأن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم خسر كله وخسر إيه؟ يبقى دلوقتي إحنا عرفنا البيت اللي هو مبني على الصخر، البيت المتحد هو اللي على الإيمان الصحيح، اللي فيه محبة، اللي فيه بر وتقوى، فيه مذبح عائلي كمان. إذا اجتمع اتنين أو ثلاثة باسم أكون في وسطه. البيت المنقسم اللي فيه كبرياء، اللي فيه طمع، اللي فيه زيت. ربنا يبعدنا عن انقسام البيوت ونخلينا بيت متحد، ونقول على البيت المتحد ايه؟ الكنيسة التي في بيتي لإلهنا كل مجد دائما أبديا. نياتو خن أم اسمين السواب بيئو بويكا طابرا من رات انت بخريستون جيف اسم رجب يطني بشيرين ببنب وايسوه تتريا سجيك فولتنو